سلام، معكم كوزين دو شازا. ان شاء الله يا ربي راكم بخير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله حنديروا طبق تقليدي، يعني معروف يديروه في القطر الجزائري كامله، وكل واحد كيفاش يعملوا. انا هاد الوصفه في الحقيقه فكرتني فيها تناجرتنا تزيريه اللي نحييها من هذا المنبر، كي دارتها ما نكذبش عليكم تشاهيتها. الوغ عيطت لماما قلت لها ماما عاودي فكريني في هذيك تاني، هذيك الطبيخه تاع الفول والباذنجان اللي كنتي ديريها. دونك حنديرها لكم على الطريقه اللي كانت ديرها لنا ماميغ. هنا كيما كنتو تشوفوا هدايا يقولوا له الفول هذا اليابس اللي عنده الحاجب، انا شمختو ليله كامله، غسلته شللته بيان باسكو ساعات يكون يخرج واحد السوس، وخليته يتشمخ في الماء ليله كامله. الصباح شللته بيان سور وبديت نقي فيه. كيفاش تنقوا؟ تنحوا له هذاك الحاجب الفوقاني وتفيريفيو الى الحبه ما فيهاش هكا دي بوين نوار، هذوك لي بوين نوار هذوك عرفوا بلي كاين السوس، هذوك نقوهم ونحوهم. داكوغ تتحصلوا هاي على هذه النتيجه. هاي لي كيفاش نحي الحاجب هنايا في هنايا هنا بالعقل الجو هاي لك وتنحو هذا الحاجب هنا. هاوليك باغ اكزومبل هذا النوار ثاني هذاك، تشوفوا هذه النقطه الكحله هذه نحيها راها هنا تحت في حبه، لازم تبعوها حتى وين يخلص، حتى وين تحب تشوفوا الحبه راهي نقيه. داكوغ وتحطوا هي في الزمان، يعني كي كان هكاك الفول شباب وكامله كانت قباله ماما تحط الخضره ويطيب كلش كيف كيف. ولا دوقه كيما قالت لي هي، قالت لي تخافي الى الفول يكون يابس ومن بعد ما يطيبلكش، قالت لي ديريه شويه في الماء وحده طيبيه يا لو كان نص طياب ومن بعد نكملوا. دونك دوك ندير له شويه ماء نطيبو نص طياب ونكملوا الوصفه. بعد ما طيبت الفول تاعي نص طياب بيان سور ما درتلوش الملح، دوك باش رشيتو صفيتو بيان سور، ما تروحش تشلوه بالبارد باسكو تقرسلوه، صفوه سي بون باسكو هو نقيقي. هنا راني ستفتو في قاع طنجره، هذه اللي كتشوفوا فيها عباره عن لحم مقدد قديده كيما نقولوا، تتحط الاطباق التقليديه يجي فيها القديد. ما حبيتوش ديروها سي با زان بروبليم، هذه يعني نعطيكم طريقه تاع ماميغ اللي تعلمتها على يماها وهي رايحه، كيما نقول لكم دائما تاع الجدود. هنا جبت الباذنجان بعد ما بيان سور غسلته وقشرته وقطعته اون غوندال، نستف هنا في الطنجره تبقى تاع الباذنجان، باذنجان الشباب الحق ملحم راهو سي لا بيريو تاعو. نزيدو تاني طبقة تاع شويه بصل هكايا اون لامال هكا من السل كاين يديروها غير بالفول والباذنجان سيتو، كاين بصل وطوماطيش وبطاطا تاني من الفوق فوالا. ودوقا الطبقه الاخيره اللي هي لا طوماط بيان سور غسلتها وقشرتها فوالا درتها يعني اون غوندال. الماكلات هذو تاع الخضره اكو على بالكم باللي زمان يعني يديروهم يدمين، دوقا ما حبيتوش تكثروا الزيت هذه يعود ليكم، لكن يجو يدمين باسكو هذه البنه ما فيهم ني جات ني لحم. انا هنايا درت الملح ودرت الفلفل الكحل ودرت العكري هذا ما كان، ومغرفه كبيره تاع طوماطيش والملح والزيت والماء. قبل ما نرمي الخليط نسيت نقول لكم ثاني على هاد السنينات تاع الثوم، يعني اللي عندكم هكا كتوم حيه ديروها هكا اون لامال وديروها فوق لا طوماط تاعكم ونجو دوقا نخلطوا ونرمو الخليط تاعنا. بسم الله حركوا القاع تاع دوق، نحطها فوق النار على نار متوسطه ونغلق عليها ونخليها تطيب وتتجمر في عقلها. هنا حبيت نوري لكم ان تروك، شوفوا انا درت غير شويه ما، شوفوا دوق الخضره واش تلقت، سي بور سا بالك وتزلق يدكم في الماء. وهذه الماكلات التقليديه تحبوها يعني تحبوا تجيكم بصح بنينه، ما كاش كيما الفخار سانسيرمون، يطلق ديجا راه يطلق واحد الريحه ما شاء الله. دوق انا نغلق عليها ونخليها تكمل طيب، نقص لها شويه. الوغ هاي ليك بعد ما تجمرت كي شتها قريب بالطيب زدت للفرنو باش تجمرت، وهاي ليك واش تحصلوا، شتوك اش كانت حتى الفوقة تتحصلوا على هاد النتيجه. دوق ندير في تبيسي وتشوفوا لو ريزولتا. طبقنا التقليدي لنهار اليوم كيما راكو تشوفوا راه وجد، شوفوا كيفاش جات لاصوص مجمره. هامليك حبيبات الباذنجان هادو مالي كلاخ، هنايا كيما راكم تشوفوا هاوليك الفول لاصوص بيان سور هذاك الكرم تاع الحار انا درتو، يعني اللي يحب لمحبين الحار يعطي نسمه
ويا طيب لنا هاد الاطباق التقليديه تربينا عليها، كما قال كما كلينا الحومي والشحومي والحوت وكامله، بصح مالينا ربونا على هاد الطواجن تاع الخضره بيهم اللي كبرنا. وانا لا ميم شوز راني نعمل مع ولادي، ان شاء الله ديروا نفس الشيء. نشكر تنيجرتنا تزيريا مغميتون الجيروا فكرتني في هاد الطبق، نشكرها كثير من هاد المنبر، وهي من المحافظين على التراث الجزائري كما الشاف قريري حميد اللي نشكرهم بزاف بزاف. ان شاء الله تكون الوصفه عجبتكم، ديروها ما تندموش، بنينه وسورتو لازلتو قدامها خبزه مطلوع سخونه. واش نقولكم واش نقولكم، بنا بنا. نتلاقاو ان شاء الله على القريب بوصفات اخرى بنينه سهله وتقليديه لما لا. مع السلامه.